مساء حاملين لحظات البدايات الأولى لشوطنا الثاني، الشوط المخصص للإبكار المهجنات الصايل بانطلاقه القوي والمثير والمتحدي. نبدأ بالمركز الأول، نتابع مياسة القائدة لهذا الانطلاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرط الحميري، بينما المركز الثاني هناك الغويصية على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير يضمرها، والمركز الثالث هذه شايبة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان يمع بن عتيج بن كسلة الرميثي يضمرها، والمركز الرابع اللاحجية على المركز الرابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس هناك دخول من بصغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري، والمركز السادس تدخل نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن لاحج الهايري، والمركز السابع هناك الهمالة على المركز السابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثامن تتواصل الحرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع قليفة بن سالم بالصقعة، بينما المركز التاسع من تتدخل ايضا مع لحظات الاثاره هي سلهوده لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع مشعان بن سعيد بن غدير، والمركز العاشر هذه بصوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. نبرت عند المنصه ما شاء الله، مشكور 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 يا قائد العمليات في الفرقه 11 ايضا على هذا الاداء الجميل. اسم على مسمى الغويصيه ولحظات الانتظار وال200 متر الاخيره التي نتابع من خلالها الغويصيه في هذا الاندفاع القوي والمثير، انفراد بالصداره. تهانينا والناموس لمقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز، وتهنئتنا ايضا علي بن راشد بن حمد بن غدير. يا السلام، الغويصية غاصت الى خط النهاية، المركز الثاني الهمال لهجن العاصفة، المركز الثالث تأتي مزن لهجن الرئاسة، المركز الرابع الشايب لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، والعنود في خمس المراكز ايضا لهجن العاصفة. سبع دقائق 47 ثانية أو 48 ثانية وفاء، تماما كمالا هو التوقيت، التوقيت الزمني. تهنئتنا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أيضا، شكرا علي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني هاي ما وصلت أيضا في هذه اللحظة هي الهمال اللي كانت في المركز الثاني، أيضا تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير. سبع دقائق 49 ثانية جزئين من الثاني، تهانينا والناموس. والمركز الثالث كانت انطلاقة مزن اللي وصلت في المركز الثالث، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهنئتنا عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. سبع دقائق 49 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثواني، هذه هي نتائج التحديات.